تسبيل دخول كل إرهابي العالم من إرهابي إيران إلى إرهابي لبنان. بس احنا بنقول له إن هذه ثورة أمي، والله العظيم والله العظيم والله العظيم سنثبت للعالم أنها أكثر وأنقى ثورة قام بها شعب. هذه الثورة ما قامت لا من أجل منصب ولا من أجل غاية شخصية، قامت لرفع الظلم والحيح عن هذه الأمة. وما زلنا مصرين على إتمام القسم الذي خرجنا من أجله. بدنا تقسموا بعد هلا نفس القسم اللي أقسمناه.